يعني كنا بنقولها حتى في العراس وفي الحنه، بنت بلادي زينه محلاها تلبس. في المغرب بيقولوا مزيانه، ما يقولوش زينه. نعم بقول زينه حسب مناطق، طبعا في مناطق تقول زينه وفي مناطق كويس. في منطقه مرسى مطروح اللي هي غرب مصر، غرب مصر الى تقريبا اخر ليبيا بيقولوا زينه. وكان بتغني اغنيه دي، اغنيه قديمه يعني، اغنيه اسمها زينه يا زينه، صح؟ وزينه زينه تعرف الاغنيه دي، واخد بالك؟ فلما اتعملت الاغنيه دي الاستاذ عبد السلام بن محمد قال دي اغنيتي انا، لكن مش بالظبط كده. هي نفس الكلام ونفس التيمه الاساسيه كمان يعني. التيمه الاساسيه بس احنا سامعينها واحنا صغيرين في المغرب، فنفس اللحن. ما انا برضه بغني مع الكوبلات كلها، ما تكذبش علي، مش منكر علي، مش منكر، ما تكذبش الحان فلانية. هي الحان مع عبد السلام، واللي قال لي الموضوع ده كمان محمد عبد السلام. هي غنيت على انا في الكلور مثلا. طبعا غنيت على انا في الكلور، غنت على اساس الكلور، هي مش بالكلور. هي لو عموما عدى عليها 20 سنه فقانون طبعا الاداء اصبحت السنه اللي فاتت يضحي بفلوس كتير في سبيل انه يغني في مسرح. ال هو طبعا عائد المسرح، عظمه سيد درويش وعظمه الرحبانيه انها الحان مسرحيه طبعا. والعصر كل يوم هيعدي الناس مش هيبقى عندها وقت تسمع بالزبط. تسمع طرب. اللحن المسرحي ميزته انه ممكن المواطن يغنيه بدون ما يبقى صوته حلو. وده سحر رئيسي عند سيد درويش. امال ايه؟ والسحر الرئيسي عند الرحبانيه. الله كمان الله. لان الحانهم مسرحيه. الحان مش المطرب يقف يطرب، ده مطلوب. الاغنيه الفرديه مطلوبه لكن مش هي التاريخ الموسيقي. زي انا بقول على التمثيل التلفزيوني، جهاز التلفزيون مع احترامي اللي بتصورنا كاميرات تلفزيون، ان جهاز لا ذاكره له. التلفزيون ده جهاز لا ذاكره له. تعملي اعظم مسلسل في الدنيا يتذاع مره اثنين ثلاثه وبعد كده يترمي في صفيحه الزباله، مش هيتذاع تاني، لانه جهاز اعلامي محتاج دايما انتاج جديد عشان يقولوا فيه نشره الاخبار ويقولوا 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 كجهاز اعلامي. ما بيذاعش القديم، لكن الفيلم بقى الفيلم طبعا انا بنتي حافظه الريحاني. انت حافظ الرحمن واسماعيل ياسين وعلي الكسار وهي ما شافتهمش، لان الفيلم تاريخ اهو. الاغاني المسرحيه تاريخ. صح صح صح. يعني 90% من جيل الشباب اللي بدا في بعد 67 كله طلع على كتاب سيد درويش في رايي. يعني نجحوا بالحان الناس حباه. صح حباه سيد درويش. برضه لازم نحط في المعيار التكنولوجيا المعاصره دلوقتي، يعني تكنولوجيا المسرح. المسرح النهارده الفيروز بتاع المسرح واغاني بتنجح جدا وليها بصمات كبيره جدا، ومسرحياتها بتبقى في شق درامي وشق غنائي وكذا معروف طبعا. بدات التكنولوجيا تخش فيه، يعني طريقه اذاعه الاغنيه. اولا ما تنساش النهارده المسرح اولا مكلف جدا جدا، ثانيا ان يقدم عليه اغاني بالمستوى معلش المطلوب كاغنيه. انا ما خدتش رد، انا جايز مجال. ما بس انا هرد عليك قبل ما اسميها. بس يعني عشان تتحط في اعتبار السؤال نور، المسرح محتاج يا اما الاغنيه تتقدم بالشكل المظبوط او المطلوب، يا اما ما تقدمش بصراحه. تقدم ازاي؟ لايف، عشان تقدم بالشكل الموسيقى الموسيقيين يبقوا موجودين، او باللي بيسموه هاف بلاي باك مثلا او حاجات كده. امكانيات صوتيه، اجهزه كويس، اجهزه ازاي الفنان هيغني باجهزه فوق مثلا ثمنها فوق النص مليون جنيه. النهارده مين المنتج اللي هيعمل ده؟ صراحه انا بقول برضو ان حتى وزاره الثقافه عليها شق كبير جدا من هذا الموضوع. انا النهارده انا ما بسمعش اوبرا معموله عشان اقدم فيها فن كلاسيكي فقط، لا. طب ما انا عندي مسرح الجمهوريه، طب ما استغله في امكانيات، في اكوستيك معمول طبعا يجنن. الحاجات دي ممكن حفره موجوده للموسيقيين، مكان في امكانيات اجهزه صوتيه، كل ده المفروض يدرس. ومش ممكن اللي انت طالبه ده يتعمل في مسرح البالون، لا أنا او يتعمل في نادي الترسانه او الزمالك. لا 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 معلش كويس، انا بختلف. انما انا بتكلم عن مسرح، المسرح بالذات انت كفنان كممثل بيتحط ميكروفون واحد وانتهى الموضوع. وانتهى الموضوع مع احترامي الكبير لاستاذنا الكبير ربنا يديله طول العمر محمد عبد الوهاب. انا بحمله هذه المسؤوليه كمواطن عربي. هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ده محمد عبد الوهاب ما يقضيش عمره كله يلحن اغاني فرديه. يعني لما عمل اغنيه واحده من قيس وليلى الله عليها شكلها ايه؟ شوف اللحن عبقري قد ايه. هقدم بقى ازاي للناس؟ لا ده محمد عبد الوهاب له سطوته وله مكانته. لو قال انا هلحن هكمل رومي وجوليت هكمل، كانت تكمل. قصدي قيس وليلى كان كملها وكانت اتعرضت، الدوله كلها تجري تموتها. ودي مشكله. طب في ناس خدوها عملوها مسرحيه. مين؟ يعني استشافهم من قيس وليلى انقلاب. في الانقلاب. انقلاب ما هي قيس وليلى. والله العظيم يعني والله انا شفت انقلاب حقيقة. رغم هو قطاع خاص وعمل قطاع خاص بس وجرأة شديدة جدا. يعني انا بحيي فعلا المنتج. كانت تخوف يا المنتج بالذات بحييه انه بالظبط كده. انا رحت اتفرجت على العمل ولقيته ان عمل فعلا جريء جدا ومكلف.
رغم انه كده مكلف جدا بيتهيألي مش هجيب ايرادات، انما على الاقل اقدم شيء بصمه كويسه. انا مؤمن ان الفنان اللي عايز يعمل بيحارب وهيلاقي ساعتها تمويل. بس انت نور برضه يعني عملت افلام، هل تفتكر ان لو انت عملت فيلم فني يعني بتنتجه للفن نفسه لو حتى قايل ان انا مش هجيب فلوسك هل هتعمل التاني بعد كده؟ انا خسرت الفيلم. لا انا خسرت فيلم لو عملتها في واحده تعملها لا انا داخل في فيلم تاني ربنا يعلم هيحصل فيه ايه. هعمله لان انا مصر انه يتعمل. بس ناحيه تجاريه برضو ليها ركن في التفكير. لا بس انت قيمتك بقى كفنان ليه لا يعني انا ده الكلام ده اقبله من ممثل جديد لكن من فريد شوقي مني من محمود ياسين مرفوض التنازل. لما اجي انتج لازم تحاكمني. انا بقى ده وجهه نظري انا في الفن مش كلام. فالملحنين الكبار زي بليغ حمدي وزي الموري وزي كمال الطويل ما توقفوش عن تلحين اغنيه، ما توقفوش. لا هو بس العرض عرض الاغنيه هي المشكله. هم لو تحمسوا انت طبعا مسافر كتير. شفت في انجلترا المسرح الغنائي التجاري شكله ايه؟ دي شركات مساهمه شركات مساهمه. المسرح العادي قصدك؟ يعني ميزانيه بيتقال ان 4 مليون استرليني ميزانيه المسرحيه بتطرح معروف اسم المخرج اسم الملحن لشركه مساهمه اللي احنا خدناه سوا. خلي بالك مش فرايتي كمان تمويله شركه مساهمه. ايوه اتكلم على استاذ هاني مهمه جدا. انا صوتي عالي شويه؟ لا امكانيات متاحة بالنسبة لإنتاج أي مسرحية غنائية على مستوى ضخم جدا ما افتكرش إنها موجودة دلوقتي، وإلا يعني هنشتغل بوسائل الهواة. أنا بالنسبة لي كسميرة سعيد هخش أول تجربة في المسرح الغنائي ما أحبش إن يعني أبتدي كهوية، لازم أبتدي صح مظبوط. يعني يبقى في إمكانيات إضاءة، إمكانيات صوت، إمكانيات إنتاج، ملابس، إمكانيات يعني الملابس. لما انت دلوقتي حضرتك بتقول على الاستاذ منير والاستاذ علي الحجار، طبعا عمله طبعا محاوله، بس هي محاوله يعني ما افتكرش ان محاوله، يعني هي محاوله تظل محاوله فقط. لا مش محاوله، ما افتكرش علامه في تاريخ المسرح. انا عجبوني انا شخصيا، قلت دول فنانين يعني. انا من كام سنه دخلت انا وبليغ وورده. لا انا كان نفسي تشوفوا استقبال الناس لعلي الحجار ومنير على المسرح. كويس بس في لبنان عارف من كام سنه بقى؟ المسرحيات سنه 74 من هنا جيب ناس الملك هو الملك. سنه 74 استقبال حلم يعني. سنه 74 انا كممثل المسرح احلى من ان انا اخد التسييف اللي خدوه الاثنين. سنه 74 محمد منير عمل الشحاتين برضه كويس. وانا ما شفتش دي الحقيقه. بس في حاجه اتعرضت عليا من المنتج احمد فوزي. بس اولا حتى لما اتشالت خلاص كمان انا ليه ظروف خاصه، يعني انا مش بقعد في مصر باستمرار، يعني باجي بقعد شهرين شهرين ونص ثلاث شهور بكتير قوي بروح على المغرب. معناه ده لو انا حامل مسرحيه غنائيه ممكن يستمر عرضها ست شهور سنه سنه ونص، يعني الوقت المادي اللي اقدر اكرسه للموضوع ده بالنسبه لي بقى صعب. فدي قضيه خاصه يعني. دي حاجه خاصه. بس يا استاذ نور يعني لكلامك ده كان زمان بيتعمل في الاوبرا، الأوبرا المصرية ومسرح إسباكية شهرزاد لا قبل كده عزيز عيد عمل ايه؟ عزيز عيد عمل العشرة طيبة. احنا كلام ما استغلناش يعني. شفناها واحدة وزارة الثقافة ليه ما استغلناش احنا على الأوبرا الهنا فعلا المصرية. انا دخلت ميس الريم في بيروت، انا كان معايا بليغ وبردة ورايحين كلنا بنتفرج، فلقينا من سنة 74 ما هو الهايبر هاب بلاي باك، الأجهزة الموجودة مش موجوده النهارده في اي مسرح اب تو ديت بتاع النهارده. لا امكانيات. ليه؟ اولا امكانيات ماديه، كان العتاني عامل امكانيات ده قطاع خاص وعلى رايك شركات بتخش وكذا وكذا وكذا. انما النهارده عندنا هذه الامكانيات بس مقفوله على الكلاسيك والاوبرا. طب ليه؟ ليه ما اقدمش فن راقي برضو؟ وانا مش هسميه فن هابط، لا فن راقي، الكلمه بتختار، اللحن بيختار وكذا وكذا، والنجوم زي ما انت بتقول ان شاء الله اغنيه جماعيه بس تقدم في البرواز بتاعها المظبوط في المكان بتاعها. انا ما اروحش اقدمها هنا في مسرح يعني الصوت حتى بيصفر ويقول لك لازم صوت النبي يا صوت، وبعدين تقدم فن ازاي؟ يعني برضه هنا الاغاني مش عارفين تكلفه جدا. تكلفه كمان الفيلم النهارده الفيلم الفرايتي ما حدش قادر مين قادر يدي في فيلم فرايتي؟ ده مرحنا حتى مرحنا الحاج بليغ حمدي صح. يعني انا برد على الاستاذ نور برضه هو عليا فيلم بيقول لك انا اجيب الغنوه بتاعتك المشهوره اللي هي الجانب عايز الشريط وخلاص، عايز الشريط جاهز وخلاص وعامل الفيلم فازي كلف اغنيه مش عارف للاسف الايراد بتاع الفيلم العاده زي الاراضي الفيلم الفرايتي. ما دي مشكله. طب هو الاستاذ نور 2 جنيه ولا بجيبش. ما الاستاذ نور وجه طبعا كلام للملك وقال بالنسبه لل انه المنتج وقت اللي بيجي بيعمل له فيلم او فيلمين بالدور وبعدين خلاص الدور ده ينتهي ويتلاشى، ولكن فيما بعد وقت الانسان ينتج لنفسه طبعا هو شخصيته بقى هو بيتابع عمل، ولكن المنتج ده لا يعني ما يقدرش هو
تابع له شخصيته ولا غلط. انا معاك بس انا اقصد على حاجه ثانيه. يعني انا مطلب مني اذا انا اعمل مسرحيه ان انا امولها مثلا تكلفني 2 مليون جنيه او لا 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 تاخد اجر صغير. بس قعدك انا رحت اشتغلت مساتين في المسرح القومي بملاليم. الفلوس اللي خدتها اشتريت بيها تذاكر لضيوفي لان انا ضد ان انا ابعت دعوات. انا لما بعزم حد بقى طالع تذاكر بفلوس مظبوط وادي له التذكره في ايده عشان ما يتفرجش عليها بورقه ان وبقصدها سلوكا يعني. طيب احسسه لان الجزار مره بيقول لي والنبي عايز بون، قلت له بتديني اللحمه ببلاش.